فرق العمل مستمرة في توثيق الكثير من الحالات التي تم فيها استهداف وتدمير منازل عائلات في قطاع غزة وراح ضحيتها مدنيون، في حين لم يكن هناك أي مؤشرات على وجود ولو مسلح واحد في تلك المنازل. وقبل يومين أيضا في 21 يوليو استهدف القصف مستشفى الأقصى في دير البلح، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح العشرات ومن بينهم أطباء. هذه فقط أمثلة قليلة على أن هناك احتمالية كبيرة لانتهاك القانون الدولي بطريقة قد ترقى إلى جرائم حرب. لا بد من إجراء تحقيق دقيق ومستقل في كل من هذه الحوادث.